أولا يجب قراءتها من ثلاث زوايا. من حيث الشرعية الدولية، المغرب يدافع دائما بشكل سلمي في احترام للمواثيق الدولية، في احترام لعلاقات الجوار، في البحث عن تكتلات اقتصادية وتكتلات سياسية لشرح إشكالية التي تطرحها هذا النزاع الذي دام لعدة سنوات، لأنه الآن أصبحت التحديات أكبر من مجرد فقط نزاع على نزاع حدودي، بل أصبحت تستعمله دول كآلية للمس باستقرار بعض الدول التي اختارت مقاربة اقتصادية. لا أريد ذكر أسماء بعض الدول لأنها لا تستحق ذلك. المهم الأساسي أن المغرب حدد مساره الاستراتيجي، حدد سياسته الاقتصادية في احترام تام للمواثيق الدولية، يبحث عن تكتلات اقتصادية وسياسية. هيئة الأمم المتحدة تدرك الآن الحقيقة. الدليل على ذلك أن مجموعة من الدول سواء في إفريقيا أو في أمريكا أو في الاتحاد الأوروبي تعترف وتؤكد أن الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو حكم موجود كما هو على الأوراق، قمنا بتجسيده على الواقع. فإذا كانت هناك بعض الدول يزعجها هذا المسار التنموي أو هذا المسار الاقتصادي، فنحن الآن نحدد سياستنا الخارجية بشكل واضح أنه من يريد أن يحترم سيادة المغرب على سيادة المغرب ووحدته الترابية، فالمغرب مفتوح اقتصاديا وسياسيا وسيجد جميع الأيادي في خدمته. أما كل من يحاول أن يناور سياسيا لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، أظن أن المغرب مؤخرا بالنسبة لأحد دول أمريكا كان واضحا، ولأن المغرب لا يقبل الابتزاز ولا يساوم في وحدته الترابية. أظن أن السياسة الخارجية الآن متكاملة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية. ما يلزم هو أن نواصل هذا الجهد كما إشار إليه صاحب الجلالة نصر الله وأيده.